مرحبا. أهلا وسهلا. ساعديني خدي هدول، في زحمة كتير على الطريق. فريدو روحي، اجت التيتي. قديش أنا مشتاقت لك حبيبي، دخيله الحلو. وين بيسان خانم؟ طلعت معني هاد بيك. سمر خانم عاملة حادث. شو عم تقولي؟ حادث سيارة، هي بالمشفى وبيسان خانم راحت لعندها. يا الله، بتعرفي شو وضعها؟ قالوا لها منيحة بس ما منعرف. ماما بيسان، الحمد لله على سلامتها حبيبتي. تسلمي. أنا عندكم هلأ حتى عرفت كيف وضعها. ما بعرف، لساتنا على الطريق، خايفة كتير، ما بعرف شو ممكن. شو فهنيك هادي. ماما بعدين بحكي معك. ماشي يا ابني ماشي، بس توصل فورا خبرني. بيسان هيك ما بيصير، خلص. قديش؟ 11 على 5، طبيعي. مرتاحة هيك؟ ايه يسلموا. كيف صار الحادث؟ نهال. عفوا أنا آسفة. طريق المزرعة ضيق وفي كواع كتير، لازم الواحد ينتبه حتى بالنهار. كيف إذا طالعة بالليل؟ اليوم عيد زواجهم، بظن حبيت تعمل له إياها مفاجأة مشان هيك طلعت بهداك الوقت، ما هيك؟ في شي خبر عن الرجال اللي ضربته؟ عمليته ناجحة بس معالجته رح تطول، مو متأملين يطيب بسرعة. الرجال بهي المشفى؟ ايه بالعناية المشددة. اللي شفتوا عائلته للرجال؟ كيف وضعهم؟ لسه ما شفتهم، بس يروق الوضع رح حاكيهم. لازم تشوفهم بسرعة، بجوز يحسوا انكم مطنشين على وضعهم ويعملوا لنا شي قصة. تعاملوا معهم بنية صافية مشان يتصرفوا منيح وما ياخذوا موقف ضدنا، وإلا رح يتصلوا بالصحافة ويحركوا دعوة كمان. يعني لازم نسكتهم بأي طريقة. نهاد عم يتصل. يا ريتكم ما خبرتوا بيسان. الو فيروز خانو، كيف وضع على سمر؟ منيحة؟ ايه كتير منيحة. اذا بتريدي ممكن تقولي لبيسان هالشي، ما عم تصدقني بنو، وإلا برجع وما بجيبها على المشفى. عطيني اياها. الو الو بيسان. ماما عن جد سمر منيحة؟ منيحة منيحة، ما فيها شي. اوف، رح روح شوف قرايبينه للرجال. وأنا رح أجي معك. كتير خفت، كتير خفت يصير لك شيء.
خفت أخسرك. متت رعبة وقت سمعت صوتك، كنت رح موت. بموت إذا بصير لك شي يا سمر. سمعت صرختك وجنيت، اتصلت بالشرطة فورا، ما كان فيي أعمل شي أبدا، كنت عاجز بهديك اللحظة، انقهرت. ليش ما استنيتيني يا سمر؟ ليش رحتي؟ كنت رايحة أحكي مع عدنان، كان بدي أحكي له كل شي. بعرف، يلعن الحظ، كنت متوقع هالشي. لازم يعرف، ما عاد في يعيش معه، ما في يعيش بهالكذبة أكتر. بيسان بعد شوي رح تكون هون. أنا رايح شوف عمي. العمى على الحظ، العمى. لسه عم تنكري يا سمر؟ ما عم صدق انك ضعيفة لهالدرجة. تركيني براحتي. معقول ما عندك إرادة؟ ليش مخك ما عم يشتغل؟ ماما اسكتي. شوفوا لأي واحد مسلمي حالة. انت ضعيفة لهالدرجة ما عاد فيكي تقاومي؟ ولا سهلة كتير؟ اصحك تحكي لي عن الحب والعشق، فهمتي؟ انت انهزمتي قدام رغباتك، حاسة شو الخطورة اللي عم تحطي حالك فيها؟ حاجة بقى ما بدي اسمعك، روحي. ما رح اسمح لك تدمري حياتك، عم تفهميني؟ شو ما صار يصير بيناتكن، ما رح اسمح لك بهالشي.